صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2024. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2024. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2024، والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة. يؤكد على عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل، حيث أنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل المتوسطة أو الفوق متوسطة أو العليا التي يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، حيث سيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي tajneed.mod.gov.eg، ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15 4 99.